بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله بإذن الله يا جماعة راح نتكلم عن خاصية من ضمن الخصائص اللي هي يعني اعتبرها بمثابة بريك فاصل شوية عن المجال بتاع الريسبونسيف، بس وثيقة السلب مجال الريسبونسيف. هنتكلم عن خاصية اسمها فونت فيس، الرول ات فونت فيس، واحده من ضمن الخصائص الجميله جدا في جلب السبيسيفيكيشن بتاعت سي اس اس 3، وديت مسؤوله عن انها تتعمل كنترول في الخطوط يا جماعه. طيب ايه الخطوط؟ ريسبونسيف ديزايننج، ايه السيناريو؟ شوفوا يا جماعه، لما كنا يمكن يكون الصوره كانت واضحه شويه بان انا استخدمت الاتريبيوت اتش تي ام ال، كان في حاجه اسمها فونت فيس وكنت بختار قيمة معينة من ضمن مجموعة من القيم، لكن كان عندي مشكلة كبيرة. مشكلتي الكبيرة بإني أنا ما ينفعش أصمم أو أنا أعمل خط على مزاجي، لازم يكون الخط اللي أنا كاتبه أوريدي موجود في قلب مكتبة الخطوط اللي اليوزر بيعرض منها الجهاز بتاعه على قلب نظام تشغيله، أقصد. فاهمين يا جماعه؟ يعني انا لو انا كنت مصمم كان عندي مكتبه خطوط كتيره جميله وزي الفل ومية مية، انا في البريفيو بتاعي الموقع بتاعي زي الفل، لكن الخط اللي انا مستخدمه مش موجود على الجهاز بتاع سين وصاد وعين من الناس، فبالتالي البراوزر بشكل افتراضي هيرجع لك الخطوط اللي هو مش عارف يجراها للخطوط الافتراضيه. الامر ده ممكن يعني يخلي التصميم مش زي ما انت شايف، يعني انت شايف التصميم كويس على جهازك، لكن على اجهزه الناس مش شغال كويس. الحل كان او الامور ابتدت تجرب بشكل كويس مع سي اس اس 3 باستخدام الرول ات فونت فيس. طيب اوكي، ده بشكل عام ايه الرول ديت يعني. طيب خلينا نتكلم عن نقطه تاني قبل ما نيجي يعني ندخل ان ديبث شويه في السبورت بتاع القصه دي، البراوزر سبورت يا جماعه. الدعم المتصفحات، وده امر قمه في الاهميه الك، لازم أن تكون عارف كويس خالص الفيتشرز اللي انت بتشتغل عليها سبورتد، عشان في حاجات لسه مش سبورتد. طب لو مش سبورتد ليها فيندر بريفكسز، يعني تقدر تقنع البراوزر بان هو يعملها زي ما انت عايز، تديله معلومات اضافيه، ولا لا الامور لسه جايه جديد زي ميديا كويري وكده. طيب السبورتد بقى في نسبه كبيره من البراوزرات بتدعمها، مثلا بتدعم اكستنشنز معينه، كروم اصدار رابع خامس وبيدعم حاجات معينه، لكن في نوع معين ما بيدعموش، ايدج بيدعم حاجات وحاجات ما بيدعمهاش، فايرفوكس، ابل، سفاري، اوبرا. المهم يا جماعه عندي حاجات سبورتد وفي حاجات مش سبورتد. الكلام ده اسمه فونت فورمات. فونت فورمات ده الانماط من الخطوط اللي هي سبورتد. يبقى طب ايه القصه؟ اي تي تي اف او تي اف دبليو الكلام انت ايه الكلام ده معناه ايه؟ ده تجمع عباره عن اكستنشنز للخطوط، زي ما بنقول اكستنشنز الملفات عباره عن انواع معينه من انواع الملفات. ده بالظبط، الخطوط ليها اكستنشنز معينه، وكل اكستنشن هو اللي بيحدد طبيعه الخط والبرنامج اللي بيجراه وكده يعني. تمام يا جماعه؟ اوكي. واحده من ضمن المواقع المشهوره جدا 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 في المجال يا جماعه السناتشنج ماجازين، بيكتب كاتب المقال في 3/2011، كاتب بيشرح الفونت فيس رول. الراجل ده كتب نقط جميله جدا وقال والله يا جماعه الفونت فيس فورمات زي وزي 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 كل واحد من دون، لمجموعه من الخصائص بتاعه، ليه فيتشرز خاصه بيه، المصطلح بينم عن حاجه. المهم السيناريو بتاعي بيحكي لي في تاريخ الخطوط عباره كانت ايه، الخطوط ما كانتش كده في الاول، لكن عباره عن ترو تايب، والترو تايب ده اتعملته ادوبي، بعدين ابل بيجي عندها مشكله فراحت ادوبي ابل عملوا كومباتبل مع بعض، طلعوا لي خط اسمه اوبن تايب، راحت مايكروسوفت اخذته عملته ستاندر يعني خليته قياسي. والكلام ده هو بيحكي في القصه دي. اللي انا عايز اقوله للناس يا جماعه ان اي او تي واحده من ضمن الاكستنشنز اللي سبورتد، او ان انترنت اكسبلور، خلينا نرجع للمنظمه اي او تي، سبورتد في ايدج يا جماعه، في براوزر ايدج ستار سات زواد، يعني القصد في انترنت اكسبلور، يعني عارفين ان ايدج الابجريدد فيرجن من انترنت اكسبلور الاصدارات اللي فاتت ديت. وهو بيبتدي يشرح في القصه دي الاكستنشنز اللي راح نضاف عليه بشكل كبير دبليو او دبل اف، اللي هو كان عباره عن اوبن فونت فورمات،
ويب اوبن فونت فورمات. ده يا جماعه اللي يهمنا فيه ان الدبليو 3 سي ده عملت له بابلش في الدرافت بتاعتها عام 2010، وساعدني بشكل كبير في مجموعه مختلفه من الامور ديت. طب انت عايز تقول المجال ده ايه دخله بالريسبونسيف؟ يا جماعه انا كنت بنقول من شويه اني انا كان عندي مشكله في ان الخطوط، انا بشتغل ريسبونسيف يعني تصميم متجاوب، ف حتى الخطوط برضو بخليها ريسبونسيف. يعني انا بصمم ديفايسز، بصمم الاوبريتنج سيستم مختلفه، الكارثه في كده انا مش بصمم بس الاوبريتنج سيستم على ويندوز اور لينوكس اور ماك، المساله ما بتجيش كده، بيتاخد معاه اوبريتنج سيستم للموبايل زي اندرويد و من ويندوز موبايل مثلا لو كنت بتصمم وحاجات تاني، المساله بقت واسعة جدا، فبيجي انت عندك مش اوبريتنج سيستم مختلفه، فالخط برضو المفروض يكون ريسبونسيف مع الاوبريتنج سيستم ديت. علشان كده كان لازم يبقى في يعني حاجه قياسيه، او على الاقل لازم يكون في خطوط معينه بتتجري على ديفايسز معينه، فانت لازم تكون عارف كويس خالص وحاكي في قلب الكود سي اس اس بتاعك ان يا جماعه الخط ده راح يتجري على الديفايس ده، انا حاطط الاكستنشن ده يا جماعه علشان يتجري بالشكل المناسب. ده اللي القصد والشاهد من القصه بتاعي. طيب اوكي، خلوني ارجع لملف ال اندكس. انا عندي اندكس صفحه ما فيهاش اي حاجه غير بادي فيها اتش 1 عربي، فيها كلاس سي، فيها اتش 1 اسمه كلاس عربي ونص تجريبي، وباراجراف في باراجراف، واتش 1 مسميه بكلاس انجلش وكلمه انجلش، يعني موقع سمبل خالص ما فيهوش اي حاجه، بس انا بحاول اجرب نص تجريبي وباراجراف، نص تجريبي وباراجراف، ده عربي وده اجنبي. وهنا في ملف السي اس اس بلاي ستايلات تبعي مدي دايركشن ومدي بادي، وسايب دول، انا خليني امسح دات عشان قصدي انا اسيبه فاضي، يعني سايب الاربيك والانجلش دوت عشان هكتب فيهم كود من نوع معين. تمام اوكي، متفقين احنا هنحاول نخلي الخطوط بتاعتنا ريسبونسيف، وهنحاول ان ننتقي من مجموعه من الخطوط اللي هي اوريدي موجوده على الشبكه. طب انا عندي او مش موجوده على الشبكه، انا ممكن اعمل ديزايننج لخط معين وارفعه انا من ضمن الملفات اللي راح تترفع برضو، وخلي الجهاز المستخدم يعمل لها لود وداونلود وتتجري بشكل طبيعي، بس تاخد سنه وقت زي ما احنا كنا بنعمل. لو انت لو ركزت شويه مثلا في الفيسبوك كنت هتلاقي ان الخطوط بتظهر بشكل، وبعديها بقى اجزاء بسيطه من الثانيه يتعمل لها الريندر وتظهر بشكل تاني خالص. ده الجانب الصغير ده بيحصل بيتاثر بس عشان الموقع حجمه كبير وكده. طيب طريقه ادراج خطوط يا جماعه، انا في بالي مجموعه من النقاط راح نتكلم عنها. اول حاجه من ضمن الحاجات الجميله جدا جوجل فونتس. جوجل طبعا ما خلتش حاجه ما عملتهاش، الشاهد عامله لي مرجع صغير في مجموعه من الخطوط، الخطوط ديت اوريدي موجوده في قلب الشبكه. جاست انت بالله عايز تدرج خط معين، جاست خد اللينك وحطه في قلب الكود بتاعك، وهو اوريدي السيرفرات راح تخدم عليك. تمام، خلونا ناخد القصه ببساطه شويه. احنا بنتكلم عن اونلاين امبيدنج، خط من ضمن الخطوط العربي. طبعا انا عارف القصه يا جماعه، انت ممكن طبعا تاخد من اول لانجوج تبتدي تختار عربيك فيعمل لك تصفيه للخطوط ويظهر لك الخط العربي بس، الخطوط العربيه بس. كنت هتلاقي طبعا ان الخطوط العربيه تقريبا في حدود 9 10 بالكثير خالص، المحتوى العربي قليل شويه عند جوجل، بس طبعا في مواقع تانية بيكون فيها خطوط كتير تاني. تمام، هنحاول نتعرف على بعض المواقع ديت. خلوني بس اختار مثلا خط اسمه كايرو، ده عجبني، انا عايز اخلي الديزاين بتاعي المواقع بتاعي بنفس الكيفيه دي. اضغط عليه، الشاهد معايا ان هو بيديني بريفيو للكاركترز بتاعك شكلها راح يتكتب ازاي، انت الستايلز بتاعتك مثلا هنا اكسترا لارج، ذا لايت، ذا ريجولار، ذا سيمي بول، ذا بول، ذا بلاك، انتوا عارفين القصه ديت، كل خط بيبقى له مجموعه خاصه السبيسيفيك خاصه بيه هو. يا جماعه اليوزج بتاعه بيقول لك والله ذات السعوديه مستخدمه نسبه كبيره جدا منه، بعدين بحرير، كويت، قطر، رينج 4.17 من 100 ام، يعني نسبة كبيرة جدا من الناس بتستخدمه يا جماعة في 733 موقع، وكمان ممكن يفتح لك الجيت هاب بيدي لك البيور كود بتاعه، اسم الديزاينر محمد جابر على جيت هاب، جيت هاب واحد من ضمن المواقع الجميلة جدا اللي راح تتعرف عليها، بس اكشولي مش في الديزايننج، لو انت كنت شغال ديفلوبنج لازم يبقى لك حساب على جيت هاب.
المهم انا اضغط على select this font، اضغط عليها فيجيب لي بار صغير كده بيقول لي this font selected، هو بيديني كود صغير في ستاندرد وفي امبورت. انتوا عارفين القاعده ات امبورت وانا مش راح نتكلم عنها، انا بقول ستاندرد بس. هاخد بالي من نقطتين كده، النقطه الاولى اللود تايم انه بيتحمل بشكل سريع، في خطوط بتتحمل بشكل متوسط في خطوط بتتحمل بشكل بطيء، رايت. الجانب الثاني الرمز بتاع داونلود ده هنجيله بعدين. انا السكشنز السليكشنز بتوعك خط واحد بس اسمه كايرو امبيدنج. بمنتهى البساطه هاخد الكود بتاع اللينك بكوبي يا جماعه واروح احطه في قلب اللينك بتاعت ملف ال HTML بتاعي، والكود ده هو فيه مجموعه الستايلز اللي بتحاول تجرى لي النص ده. الناس فاهماني يا جماعه؟ طيب انا لو عملت كنترول اس يتبقى بس بمنتهى البساطه يا جماعه اني اخد الفونت فاميلي واحطها في النص. هو بيديني الكايرو ده اللي انا مختاره اللي انا بعرفه يعني اللي انا اساسا كنت واقف عليه، ونقطه السانس سيريف ده اللي هو يعني لو انا ما لقيتش ده لو حصلت حاجه يعني ديت القصه اللي بيعملها البراوزر دايما. طب اوكي مفيش مشاكل، انا اروح للبراوزر بتاعي اروح للايديتور تبعي واقول والله طيب ماشي في عربي خلي لي القصه دي. بمنتهى البساطه يعني انا عرفت الخط بتاعي بمكتبه او ربطت الخط بتاعي بجوجل اي بي اي تمام، ورحت قلت للملف الاستيلس بتاعي الخط بتاعي كايرو، يعني اللينك ده متعرف على ان هو ستايل شيت، ووقت ما يروح هيجرى الكلام كانه ستايل شيت يا جماعه. بس كل انا عايزه ان انا اعمل ريفرش لقلب الستايل الخط العربي بتاعي ده طبعا قبل الفيديو. لو انا عملت ريفرش المفروض ان النص بتاعي يتجري او يظهر على نفس الشكل، لكن كده القصه ما اتظبطتش، في شيء معين مش مظبوط في السيناريو ده. تكست الاين سنتر كايرو وسانس شيرف انا معرفه على ان هو كايرو. خليني طيب انا اشيل الصن شيرف ديت واخليها كايرو بس، وادي جمله الستايلز بتاعي احفظ وانا اعمل ريلود. هو الناس لو اخذت بالها يعني كان في اجزاء بسيطه من الزمن الخط كان بيحاول يتعمل له ريندر، ده اللي انا كنت مقصد نقوله ان في سنه صغيره لاني الخط مش اوريدي موجود عندي، الخط اونلاين، فلو انت بتعمل براوسنج اوفلاين وما عندكش انترنت للاسف مش راح يظهر لك الخط ده لان انت مستخدم ابي اي من جوجل، فاهمني يا جماعه؟ انت مستخدم لينك اكسترنال من جوجل. ديت القصه، ده جانب انت ممكن تعمل تطبق نفس الطريقه ديت على اي خط من جوجل فونتس يعجبك في مجموعه الخطوط. لو انت رحت للدايركتوري بره واخترت عربي تاخد اللي انت عايزه بنفس الكيفيه دي. طيب احنا المره دي مش هنختار، هنطبق بجانب تاني مثلا، خلونا نختار all languages ونطبق على جانب انجلش بقى. المره دي هنحاول نعمل الاثنين انجلش. لو انا مثلا رحت على الخط العجيب ده يا جماعه انا معايا اوريدي خط في الفونت سيلكشن، يعني انا عامل سيلكتد لملف كايرو، فاهمين يا جماعه؟ اوكي هعمل برضو سيلكشن على القصه دي، فبيجي عندي اثنين فاميلي سيلكتد، عندي عيلتين في السليكشن. ولو انا بصيت لقلب اللينك بتاعي هلاقي اني انا عندي البتاعه وفيها كايرو الخط الاولاني وجليدا او ما اعرفش اسمه ده الخط الثاني، فاهمين يا جماعه؟ فانا هاخد الاثنين دولت بكوبي واحطهم برده في قلب اللينك، انا هحذف دي خلاص كده مش دي خلاص ماشي يعني اني اصل الكود بيرسل اللينك ده فيه الاثنين، يعني فيه الفاميلي بتاعت كايرو والفاميلي الثانيه اللي انا كنت مختارها، متفقين؟ اوكي. وبس كل اللي انا عايزه في القصه دي اني وقت ما ابقى اهو وقت ما انا ابقى محتاج اني الخط اللي اسمه كايرو هاخد فونت فاميلي كايرو، وقت ما انا ابقى عايز ادرس فونت فاميلي مش عارف مين هاخد فونت فاميلي دي. بس ده اللي انا كنت مقصود نقوله. مثلا انا هاخد الاولانيه في الرينج كان خاص بالعربي ديت موجوده، الثانيه هاخد الثانيه في الرينج اللي كان خاص بالانجلش، عشان كده انا كنت عامل اثنين يعني ديفيجن يعني او انا مسمي كلاسين، فده تتحمل بطريقه وده تتحمل بطريقه. فانا رحت للموقع بتاعي وعملت ريفرش ريلود الاقي ان النص العربي اتاخر شويه بس ماشي، النص العربي راح يظهر والنص الانجلش راح يظهر، وده تاخد ستايل واخد طريقه وده تاخد طريقه. ده جانب او دولت واحده ديت طريقه من ضمن الطرق اللي انت ممكن تستايل بيها القصه دي، وده جانب برضو ان انت ممكن تختار اكتر من خط في الوثيقه الواحده، وممكن تستخدم اكتر من خط عربي اكتر من خط اجنبي، اللي انت عايزه ممكن تعمله، انت عارف القصه ازاي راح تمشي، الحاجه اللي انت راح تستخدمها لازم تكون معرفها فوق
تمام علشان اكون في الصوره متعرفه فوق، يعني انت عاملها سيلكشن وواخد اللينك بكوبي وحطه في الهيد، في اللينك هنا يا جماعه في الهيد، وطبعا اللي انت محتاج راح تحطه في، راح تكتبه بفونت فاميلي. تمام رايت. انا كده لسه، انا كده استخدمت الجوجل فونتس بس ما استخدمتش الاد فونت فيس حتى الان يعني. تمام رايت. خلونا طيب نروح لنقطه من ضمن النقط الجميله خالص. طيب واحد من ضمن الكتاب او من ضمن ال المواقع الجميلة جدا مبدع سبق ان احنا شاورنا عليه وبنشاور عليه تاني وتالت ورابع وفي كل مرة، كاتب مقالة بأفضل مواقع اللي استخدمت خطوط عربية مميزة، زي مديك الموقع وممكن تطلع عليه ومديك عناوين الحاجات اللي انت تستخدمها. تمام في خطوط يا جماعه اوريدي موجوده وفي خطوط مش موجوده. تمام انا راح نستخدم الطريقه الثانيه، يعني انا لو مثلا الخط اللي انا شفت خط معين ودورت عليه وعملت له داونلود، انا عايز الخط ده والخط ده مش موجود على جوجل فونتس للاسف. تمام فانا بحاول اعمل له كرييشن، او لو انا عايز اخلق فونت من الاول وجديد اصممه وفق امور ترجع لي انا، او لو شفت فونت عجبني وعايز اعمله داونلود علشان احطه في الموقع بتاعي. ده السيناريو اللي احنا هنحاول نعمله دلوقتي. احنا هنحاول نعمل ايه يا جماعه؟ هنخلي الخط جزء من اكواد السي اس اس، يعني بمعنى ادق الخط يتعمل له لود زي ما بعمل لود لستايلات السي اس اس بتاعي. فالبراوزر يعني الفيزيتور بتاع الموقع بتاعي هيعمل لود لاكواد السي اس اس ومن ضمنها الخطوط، فالخطوط هتنزل في الكاش وتتخزن برضه في الكاش بتاعت البراوزر وانا نستخدمها وتروح وتيجي والكلام اللي بالك فيه ده. تمام هتتعامل المعامله ديت، بمعنى ادق ان هيبقى عندي فولدر اسمه فونتس في قلب الدايركتوري اللي هو اللي فيه الموقع بتاعي. بشكل عشوائي يا جماعه عندي مجموعه كتيره من المواقع هنا قريب بيتكلم عنها ومن مواقع مشهوره زي وادي التقنيه وكده يعني. المهم هننشن على المعاصر، واحده من ضمن المدونات الجميله، جميله بجد يعني. طيب انا كنت عايز الخط اللي اسمه مثلا الجزيره، انا مش قصد والله بالعكس يعني الخط ده حتى مش لينك، مش مربوط زي بقيه الخطوط. انا نقصد ان احنا نسرش عليه مع حضراتكم وانا لسه ما اعرفوش، فاهمني يا جماعه؟ مثلا او مش ما اعرفوش انا سرشت عليه، بس هو لو انت عاجبك خط معين وعايز تجيبه وتدخله في السيناريو ده، فمثلا هدور على الجزيره مثلا، انا هاخده بكابي واعمل بيست للجزيره فونت مثلا. يا جماعه انا الخطوط ل فور ويب، انا هقول له والله فور ويب، يعني انا عايز الخط دايت للويب سي اس فونت. بيديني ادي فري فونتس هنا مثلا لو انا ضغطت عليها. ده واحد من ضمن تقريبا المواقع اللي فيها مجموعة كبيرة من الخطوط، بس ممكن الخطوط ديت ما تبقاش سبورتد عليا، يعني ساعات الخطوط ديت ما بتبقاش سبورتد، فانا عشان كده بقول له والله لا انا عايز الاكستنشن اللي هو كان تي تي اف، انا عايز الاكستنشن ده. تمام فده موجود في جوجل سايتس، واحد يعني هو كان محطه ممكن يكون هو الديفلوبر بتاعه مثلا ومنزل له الفيرجنز بتاعه. انا ناخد مثلا واحد من ضمنهم ده، وانا يا جماعه انا كنت موجود يقول لي داونلود، اه خلاص ماشي داونلود، انت كده موجود في قلب انت هو كده نزل المفروض بس باكستنشن يا جماعه تي تي اف، لكن طبعا احنا كلنا عارفين ان او حتى الان في البراوزر سبورت التي تي اف ساعات، يعني هو اكتر حاجه مدعومه بسبورت، بس ممكن اجهزه زي اندرويد ديفايسز او كده ما تبقاش سبورتد ليه. خليني اجيب القصه من الاخر كده. معانا عندي موقع مشهور خالص اسمه الفونت سكوير، تمام بيقول يا جماعه من الاخر التي تي اف ده بيمشي كويس خلاص مع كل البراوزرز باستثناء الانترنت اكسبلورر والايفون، عيله ابل ومايكروسوفت انترنت اكسبلورر فايدج ما راحوا يشغلوه لك، فانت عندك مشكله بان الموقع بتاعك لو كان ريسبونسيف الخطوط فيه مش ريسبونسيف مع كل البراوزرز. طب اي او تي ده شغال مع انترنت اونلي، يبقى انت عايز تخلي الخط بتاعك تي تي اف وعايز تخلي الخط بتاعك برضه اي او تي. طب ماشي دايت كومبريس ده ستاندرد، يعني ده شغال على بقيه البراوزرز كلها، جميل دايت يمشي. اس في جي ده شغال على ايفون وايباد، يعني من الاخر كده انت عايز الاكستنشنز الاربعه دولت يا جماعه. ده اللي انا كنت اقصده بان اللي خط يبقى برضه ريسبونسيف، ريسبونسيف فون زي ما انا بقول، ريسبونسيف ايمج زي ما بقول، ريسبونسيف كونتنت، ريسبونسيف اليمنتس، نفس السيناريو، فانت بتمشي بالاربعه دول. ازاي ده تحت العنوان ازاي تخلي الخط ريسبونسيف.
فراح تلجأ لحيلة من ضمن الحيل، ان انت هتحاول تحول التي تي اف ديت لمجموع الخطوط التانية. سهلة بمنتهى البساطة، هتعمل هتكتب في سيرش في جوجل convert او تي اف اور تي تي اف مثلا تو ويب فونتس، وتسرش هدي لك نتائج كتيرة. واحدة من ضمنهم مثلا، واحدة من ضمن التولز الجميلة جدا فيها ويب تو فونتس، ويب فونت كتير يا جماعة، في تولز كتير جدا ممكن تحولك الخطوط ديت. انا مثلا ناخد الفونت تو ويب، ده سهل لو بسيط، تشوز اضغط له على الملف اللي انت عايزه. طبعا هيكون الملف بالاكستنشن اللي انت عملته، اللي انت لسه منزله الوقت اللي هو كان تي تي اف تقريبا. اعمل اوبن، اعمل صح على مش عارف ايه، وابتدي اعمل داونلود. هو ابتدي يقول لي يعني يحاول يحول القصة ويخليها جاهزة يعني. تمام، 73% 81. بعد ما يخلص هيجيب لي اللينك بتاع الداونلود بتاعي، تمام، علشان انا احفظه على الجهاز بتاعي. انا عملت سيف، هو كده اوريدي بعد ما يخلص يعني، بعد ما ينزل هو الملف مضغوط. تمام، اعمل له اكستراكشن وبالراحه كده عشان نستكشف المكونات بتاعه. يا جماعه عندي طبعا ديمو دايت زي عرض عام، وعندي فري فونتس دايت اللي بيربطني بالموقع، وعندي الخطوط بتاعي بعد ما اتحول. يا جماعه مره اي او تي، خلينا نكبرها شويه، ومره اي او تي، مره او تي اف، مره اس في جي، ومره تي تي اف اللي هو اساسا بتاعي، ومره دبليو او اف اف. انتوا فاهمين الفكره، دولت اللي انت محتاجهم. طب جميل خالص، اوكي خلونا كده نمشي بشكل بسيط وبالراحه وسيبريتد والامور تمام وزي الفل. جوه الموقع بتاعك، الموقع بتاعي هو كان تيست، هتروح نسخ لي كل الخطوط ديت يا جماعه. تمام، ادي كنترول اي كنترول سي، ما انت هتربط الخطوط دلوقتي، تروح حاططها في قلب الموقع بتاعك. اوكي جميل، ترجع سنه باك وهتلاقي في فرونت دوت سي اس اس او فونتس دوت سي اس اس، ده يا جماعه الكود اللي احنا كنا بنعمل له جنريشن. طب هو انت ما تتخضش من القصه ديت، خلوني اخد دوب كوبي، وانت هتلاقيه سهل جدا لما تحطه في التكست اديتور بتاعك وتحاول تظبطه شويه. تمام، خلوني افتح انا عند البادي، هدي لنفسي مساحه واعمل بيست للكود ده يا جماعه. ادي الرول ات فونت فيس وفونت فاميلي، اسم الخط بتاعي بعد ما اتحول، وبيقول لي والله اليو ار ال الخط بتاعك. النقطة الثانية، كل واحدة ليها خاصيتين يعني، يو ار ال والفورمات وكوما. انا هحاول انزل لتحت، يو ار ال وفورمات وكوما. يو ار ال ديت القصة يعني، ده بمنتهى البساطة، ده الكود اللي احنا كنا بنحاول نكتبه، هو سهل وبسيط وما فيهوش مشاكل يا جماعة يعني. تمام، انت بتحاول بس تخلي او بتخلي الوثيقه بتاعت السي اس اس تجرى الخط ده، بتحاول تعرفها عليه يعني يا جماعه بمنتهى البساطه. طبعا لو انا عملت كنترول اس دلوقتي، والمفروض اني بس كده انا عرفت الفونت فاميلي، اخد الاسم بتاعي اللي انا عايزه يظهر ادي اهو بكوبي، واحطه في مكان الفونت بس بمنتهى البساطه. اعمل كنترول اس واروح على الموقع بتاعي واعمل ريلود. تمام، هلاقي ان لا ده افتراضي، مش هو الخط بتاعي، هو الانجليش ده شغال عشان ما جربتش عليه، بس ده مش الخط بتاعي يعني. طبعا هو في مشكله، في مشكله، انت لسه ما كملتش بقيه الخطوات بتاعك. تمام، واحده من ضمن الخطوات ديت يا جماعه ان انت بتحاول تربط بالدايركتوري يعني. انا كنت حاطط في الموقع بتاعي، انا مش حاطط فولدر اسمه فونتس، في حين ان هنا هو كان موجود في فولدر اسمه فونتس، فعشان كده انت هتحاول تحذف الفولدر اللي اسمه فونتس ده. تخلوني يعني بشكل عام يعني اضغط على كنترول يا جماعه وقبل الباك سلاش، انتوا عارفين لما كنت بربط بدايركتوري كنت بحط الباك سلاش ديت يا جماعه، واحاول امسح كلمه فونتس كده بحيث اني اربط بشكل مباشر، فاهمني؟ اربط بشكل مباشر يعني ايه؟ يعني زي ما كنت بنادي على الصوره، زي ما انا بنادي على ملف الستايلات، ملف الستايل موجود جنب ملف الاندكس، فالخط بتاعي موجود في جنب ملف الاندكس، فبنادي عليه بشكل عام من غير ما ادخل في دايركتوري. لكن انت ممكن على سبيل التنظيم طبعا هو ده المفروض اللي يحصل، لكن انا بس بضرب مثال، انت تحاول تحط فولدر وتسميه فونتس، فولدر تحط تسميه ايمج، فولدر اتكلمنا على النقط ديت قبل كده. تمام اوكي، في الغالب انا مش محتاج اللوكال ديت يا جماعه، خلوني في الاس ار سي، انا مش محتاج، او اس ار سي انا مش محتاج اللوكال دي، انا امسحها واخلي يو ار ال على طول. وديت من باب التنظيم يعني، نخليهم كلهم على ليفل واحد مثلا. تمام، والقصه بمنتهى البساطه، ادي ده اي او تي، ده دبليو او اف، ده تي تي اف، ده اس اف جي، بس هي دي كل القصه يا جماعه. لو انا عملت كنترول اس دلوقتي كده الامور بتاعتي كلها متظبطه. المفروض لو انا عملت ريفلش الكود بتاعي يظهر، ده صحيح كده الشكل الكود بتاعي ظهر. انا كده عملت
حاجه اسمها اوف لاين امبيدنج، يعني انا ادرجت خط اوف لاين. اوف لاين يعني ايه؟ يعني موجود على جهازي وجهازي انا بس، تمام، لكن هو موجود في الدايركتوري بتاع الموقع. فلما اجي ارفع الموقع على السيرفر، الاد فونت فيس هتعرفه او هتربطه بالخط الموجود على في جالري الموقع، فهيتم استدعاء الخط ده حتى لو الخط ده ما كانش موجود على اجهزه المستخدمين، فهتعمل له لود في قلب الكاش لاني انا مدي له كل المعلومات الخاصه بالخط ده يا جماعه. فاهمني؟ ديت الفكره، ديت الروعه في اللي عملتها لي الاد فونت فيس. ده الجانب لكن احنا كنا عايزين نتكلم عنه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.